السلام عليكم، أنا زيد حمدان، زميلكم بكلية طب الأسنان، طالب سنة ثالثة، وإن شاء الله راح أكون معكم بشرح بفيديوهات لتجارب لاب البيولوجي لمادة المد. أول تجربة عندنا إياها اللي هي الميكروسكوب أو المايكروسكوبي، تشرح لنا فيها عن الميكروسكوب وعن أنواع الميكروسكوب. هلا راح نبلش فيها إن شاء الله. طبعا نشرح على شروحات فريق بيت 100. هلا بشكل عام إحنا بالتجربة هاي راح نحكي عن الميكروسكوب، مين اللي اخترع الميكروسكوب، كمان راح نحكي عن أنواع الميكروسكوب، راح نعرف مفاهيم خاصة بالميكروسكوب، ولازم لما نخلص نكون نقدر نميز أجزاء الميكروسكوب كل وحدة ونعرف شو وظيفتها. هلأ نبدأ بتعريف الميكروسكوب. هو an instrument designed to make small objects visible to the human eye. هو أداة صممت عشان تخلي الأجسام الصغيرة مرئية لعين الإنسان، يعني بتكون إشي بعيني أنا مو شايفه، لو حطيته تحت الميكروسكوب بصير أقدر أشوفه. هلأ نيجي لجاليليو جاليلي. جاليليو جاليلي هو الشخص يلي أول شخص يعتبر طلع الميكروسكوب. إيش عمل؟ جاب أسطوانة حط فيها عدستين، وبعدين اطلع داخل الأسطوانة وجاب حشرة. لما اطلع على الحشرة قدر انه يوصف شكل عيون الحشرة، ففعليا هو كان اول شخص اكتشف الميكروسكوب. بيحكي لنا he was the first person to record a biological observation، كان اول شخص بيقدر انه يسجل مشاهدة حيوية باستخدام المجهر. كيف؟ by arranging two lenses inside a cylinder to look at an insect and later described the eyes of an insect. هلا نيجي لأنواع الميكروسكوب. الميكروسكوب بشكل عام في عدة أنواع. في ثلاث أنواع رئيسية اللي هم الأوبتيكال مايكروسكوب، وفي عنا كمان الإكس راي مايكروسكوب، يعني الإلكترون مايكروسكوب. الأوبتيكال مايكروسكوب بتصنف كمان لثلاث أنواع فرعية، هلا ان شاء الله راح نشرحهم كلهم. هلا طب ليه عنا احنا عدة انواع من الميكروسكوب؟ هذا سؤال جدا مهم، انه احنا في عنا اكثر من نوع من الميكروسكوب، طب ليش؟ بشكل عام فيه بحكي لك there are different types of microscopes. ليش؟ based on the physical principle، يعني باعتمادا على الخصائص الفيزيائية لكل ميكروسكوب صار في عنا اكثر من ميكروسكوب. نيجي لأول نوع الأوبتيكال مايكروسكوب. الأوبتيكال مايكروسكوب زي ما حكينا بتفرع على ثلاث أفرع، أول واحد الكومباوند، بعدين الستيريو، وفي فلوريسنت مايكروسكوب. هلأ الكومباوند والستيريو بيستخدموا إشي اسمه الفيزيبل لايت كمصدر لإلهم، هو الفيزيبل لايت. الفلوريسنت مايكروسكوب بيستخدم يو في لايت، تمام؟ هذا بشكل عام الفيزيكال برينسيبل يلي بيميز بين الميكروسكوبات، يعني الاوبتيكال مايكروسكوب كلهم بشكل عام بيكون المصدر الرئيسي لهم هو لايت، سواء كان فيزيبل او يو في لايت اللي هو الالترا فايلوت. لو نيجي للاكس راي مايكروسكوب، المصدر الرئيسي له راح يكون اكس راي بيمز، تمام. لو نيجي للالكترون، المصدر الرئيسي راح يكون الكترون بيم. فهاي معنى الفيزيكال برينسيبل اللي احنا جزأنا الميكروسكوبات بناء عليها. نرجع للاوبتيكال مايكروسكوب. الاوبتيكال مايكروسكوب زي ما حكينا it uses visible light or UV light. UV light بنستخدمه بالفلوريسنت مايكروسكوب، تمام. هلا نبدأ فيهم واحد واحد. الكومباوند مايكروسكوب هو المايكروسكوب يلي استخدمته الاسبوع الماضي داخل المختبر، له اسم ثاني هو ستودنت مايكروسكوب. Compact microscope is composed of two lens systems, the objective and ocular. يكون فيه two lenses، واحدة objective وواحدة ocular. خلينا ننزل للصورة تحت. هذا مايكروسكوب، القطعة هاي اسمها ocular lens، وهدول الثلاثة المحطوط عليهم F و N و H اسمهم objective lenses. Compound microscope is composed of two lenses, objective and ocular. الماكسيموم ماجنيفيكيشن له 1000x
ومهمة جدا الاكس، يعني ممكن يجي بالامتحان احط لكم 1000 او 1000 اكس. الجواب الصح طبعا بيكون 1000 اكس، الماكسيمم ماجنيفيكيشن له 1000 اكس. ولو اطلعنا عليه الايمج از انفيرتد، اول خاصية فيه انه الايمج تبعونه بيكونوا انفيرتد، ثاني خاصية بيكونوا ابسايد داون. زي الاسبوع الماضي لما طلعت بالمايكروسكوب على حرف الاي، كان الحرف الاي معكوس ومشقلب كمان، فعشان هيك بيكون انفيرتد وابسايد داون. وكمان بيكون في له 2 دي فيو. هذا الكومباوند مايكروسكوب لهلا صرنا عارفين عنه انه فيه 2 لينسز، واحدة اوبجكتيف وواحدة اوكيولر. الماجنيفيكيشن له 1000 اكس، والصورة بتكون طالعة معكوسة ومشقلبة، انفيرتد وابسايد داون، يكون 2 دي فيو. نيجي الى ثاني نوع من انواع الاوبتيكال مايكروسكوب اللي هو ستيريو مايكروسكوب. ستيريو مايكروسكوب له اسم ثاني اللي هو الدايسكتنج. دايسكتنج بشكل عام يعني تشريع. فبالامتحان ممكن يحكي لك اما دايسكتنج مايكروسكوب او ستيريو مايكروسكوب. الستيريو مايكروسكوب الماكسيمم ماجنيفيكيشن له 100 اكس، وبيحكي بشكل عام بيحكي لنا انه provides topography للسبيسيمن. تمام، يعني ايش لهلا بنعرف عنه انه الماجنيفيكيشن له 100 اكس، وال بوفر لي توبوغرافي للسبيسمن، يعني بخليني اشوف توبوغرافية العينة. والرؤية بتكون فيه كمان 3 دي فيو. It is useful for observing opaque objects. تمام، يعني بالامتحان ممكن يحكي لنا اي مايكروسكوب is useful to observe an opaque object. نحكي له الدايسكتنج مايكروسكوب او الستيريو مايكروسكوب. الستير هلا صرنا نعرف عنه انه الماجنيفيكيشن له 100 وprovide topography للسبيسمن with a 3D view. و it is useful for observing opaque objects. ثالث نوع اللي هو الفلوريسنت مايكروسكوب. فلوريسنت مايكروسكوب زي ما حكينا اول اشي انه مصدر الطاقة فيه اللي هي الـ UV light. تمام؟ الـ UV light هي مصدر الطاقة فيه. اما الكومباوند والستيريو اللايت سورس فيزيبل لايت. تمام، اما الفلوريسنت مصدر اللايت فيه هو يو في لايت. بحكي لنا الالترا فايولت لايت اكسايتس الالكترونز اوف ذا اوبجكت اند ذن ذي جيف اوف لايت ان فيريس شيدز اوف كلر. يعني الالترا فايولت بتحفز الالكترونات اللي موجوده بالعينه، فبالتالي بينتج عنا الوان مختلفه، وبكون كمان فيه هاي ريزولوشن. فلوريسنت مايكروسكوب بيستخدم يو في لايت، والالترا فايولت لايت بتحفز الالكترونات اللي بالعين وبكون هاي ريزولوشن. نيجي لثاني نوع من انواع المايكروسكوبس اللي هو الاكس راي مايكروسكوب. الاكس راي من اسمه it uses a beam of x-rays to create an image. يعني ايش هو المصدر اللايت؟ المصدر الرئيسي فيه زي ما مايكروسكوبات الأبل كان في عنا visible light و UV light، المصدر الرئيسي بالإكس راي هو إكس راي بيمز. تمام، it has higher resolution due to the small wavelength. يعني الريزولوشن اللي بيكون فيه الوضوح اللي بخليني أشوف العينة بيكون جدا عالي. طب ليه بيكون عالي؟ عشان فيه له طول موجة قصير. تمام، يعني العلاقة بين الريزولوشن والويف لينث بتكون عكسية. بحكي لنا one advantage of it over the electron microscope. يعني في اشي الاكس راي مايكروسكوب احسن من الالكترون مايكروسكوب. في اشي، ايش هو هذا الاشي؟ انه it is used to observe living cells. في الامتحان ممكن يجي يحكي لنا اي مايكروسكوب بزبط انه نستخدمه to observe a living cell، او مش ضروري يحكي لي cell، يعني ممكن يحكي لي اي اشي بدل انه السيل هاي حية. تمام، نحكي له اكس راي مايكروسكوب. هلا نيجي الى ثالث نوع اللي هو الالكترون مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب من اسمه it uses electron beam as a source of light. يعني الاكس راي كان السورس فيه هو اكس راي بيمز، اما الالكترون السورس هو الكترون بيمز. الماجنيفيكيشن فيه يوصل ل 2 مليون تايمز. هلا هذا اعلى ماجنيفيكيشن بين كل المايكروسكوبات. الالكترون مايكروسكوب الماجنيفيكيشن فيه 2 مليون تايمز.
طب ليه كل هذا كبيره؟ عشان الويف لينث يكون جدا قصير، يكون it is very small. الويف لينث يكون very small. احنا حكينا انه كل ما كان الماجنيفيكيشن اكبر الويف لينث تكون اصغر. ومرات احنا لما نستخدم الالكترون مايكروسكوب نضطر نستخدم a very thin layer of a metal، يعني ممكن يكون هذا المثل حديد او ممكن يكون ذهب، عشان نقدر انه نشوف العينة فبنضطر نستخدم a very thin layer of metal. هلا الالكترون مايكروسكوب فيه نوعين، تمام؟ زي ما الاوبتيكال مايكروسكوب كان فيه ثلاث انواع، الالكترون مايكروسكوب فيه نوعين. اول نوع اسمه ترانسميشن الكترون مايكروسكوبي او تي اي ام، ثاني نوع اسمه سكانينج الكترون مايكروسكوب اس اي ام. الترانسميشن الكترون مايكروسكوب ترانسميشن معناتها عبور، يعني من اسمه هو يعبر العين، بيحكي لنا انه the electron beam is passed through the sample، يعني حزمة الالكترونات تعبر العين، تمام؟ والصورة بتكون فيها 2D image، من اسمه transmission T مع 2، اوكي؟ T مع 2 transmission يعني عبور، فالالكترون بيم بتعبر العين. ثاني نوع يلي هو scanning electron microscopy او بزبط نحكي له SEM، scanning يعني مسح، فاذا هو ايش بيعمل؟ the electron bands of the sample and do not go through it، حزمة الالكترونات مستحيل ان تعبر العين، فبالتالي ترتد عن العين. It visualizes the surface structure of the specimen، يعني scanning بس بياخد سطح العينة ما بيعبرها، تمام؟ اما الترانسميشن كان بيعبر العين، السكانينج بس فيجواليزز السيرفس للسبيسيمين. والصورة فيه بتطلع 3D، واحفظوها كالتالي انه ترانسميشن 2D، 2 مع T، والسكانينج مع 3، S مع 3، تمام؟ هلا احنا هيك خلصنا انواع الميكروسكوبات، حكينا في ثلاث انواع، اوبتيكال بتفرع على ثلاث افرع، كونفاوند والستيريو والفلوريسنت، وفي عنا كمان اكس راي مايكروسكوب، في عنا الكترون مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب بتفرع على نوعين، ترانسميشن وسكانينج، وركزنا انه على الماجنيفيكيشن على كل واحد، وحكينا انه الاكس راي بيستخدم الليفينج سيلز، كان اوبزيرف ليفينج سيلز، والالكترون مايكروسكوب it is coated with a very thin layer of metal. هلا نيجي لمفاهيم خاصه بالمايكروسكوب. في عندنا خمس مفاهيم لازم نكون عارفينهم. اول واحد هو الماجنيفيكيشن، ثاني واحد اللي هو الكونتراست، ثالث واحد اللي هو الريزولفينج باور او بزبط نحكي الريزولوشن له، رابع واحد اللي هو الوركينج ديستانس، خامس واحد اللي هو دايميتر او فيلد اوف فيو، تمام؟ نختصره بالدي اف في. هلا خلينا نحكي عنهم واحد واحد، تحت لا طبعا الشرح عنهم، فخلينا نركز عليهم. هلا اول واحد اللي هو الماجنيفيكيشن معناته التكبير، بيحكي لنا الماجنيفيكيشن تعريفها هي سايز اوف ان ايمج، and to determine the magnification of a specimen we use the following formula. عشان اطلع ال total magnification في عندي قانون لازم اكون عارفه وحافظه. القانون هو ان total magnification يساوي ocular magnification ضرب objective magnification. ocular magnification نقصد فيها يلي هي ocular lens، والأوبجكتيف ماجنيفيكيشن يلي هي الأوبجكتيف لينس، هذول الثلاث، تمام؟ فبيحكي لنا إذا سبيسمن واز بوت اون 100 إكس ماجنيفيكيشن، then the total magnification is 10 ضرب 100 بيطلع 1000. هلا هاي شو قصده فيها؟ إنه الإكس هاي دائما بتعبر لي إنه الإكس معناتها 10، فلما يحكي لي 100 اكس يعني 100 ضرب 10، تمام؟ لما يحكي لي 1000 اكس معناته 1000 ضرب 10، فبطلع الجواب 10000. عشان هيك انا حكيت لكم اول اشي انه انتبهوا
الامتحان على الجواب بحيث انه يكون 100x او 100 بدون x. تمام. هلا نيجي لثاني مصطلح اللي هو الكونتراست. الكونتراست معناتها انه كيف انا بقدر اشوف اشي بالنسبة لخلفيته. هلا الكلام اللي موجود بالصفحة هذا كلياته لونه اسود والباكي جراوند لونها ابيض، فهون انا بزبط احكي انه اللي انتم شايفينه حاليا عنده very good contrast. ليش؟ عشان الكلام الاسود مبين على الصفحة البيضة، بس مثلا لو كان الحكي هذا كلياته مو اسود، لو كان هذا الحكي ابيض والصفحة كمان بيضة ما كان بين اشي، فكان حكيت عنه it has a bad contrast. تمام. فاذا contrast ممكن نجيب لكم اياها تعريف، هي الـ ability to see a particular detail against its background. تمام. نيجي لثالث مصطلح اللي هو resolving power او resolution. resolution معناتها الوضوح. في الـ resolution لها تعريفين، واحد بشكل عام واحد تاني علمي. اللي بشكل عام بحكي لك انه هو الـ clarity of an image. ايش يعني resolution؟ يعني وضوح الصورة. او التعريف الثاني how far apart two points must be in order for the microscope to view them as being separate. انه كم بعد نقطتين عن بعض بحيث انه الميكروسكوب يقدر يميز انه هذول نقطتين مش نقطة واحدة. لو انا اطلعت عليهم من بعيد بشوفهم نقطة واحدة، بس الميكروسكوب لا بشوفهم تنتين. تمام. فهذا هو الريزولوشن، اما clarity of an image أو how far apart two points must be in order for the microscope to view them as being separate. نقطتين منفصلتين، أنا بشوفهم نقطة واحدة، الميكروسكوب بشوفهم نقطتين منفصلتين. رابع مصطلح اللي هو working distance. working distance هلأ راح أفرجيكم إياه. تعريفه هو distance between the stage والobjective lens. خلينا ننزل للصورة تحت. احنا حكينا هدول هم الثلاثة، هدول هم الأوبجيكتيف لينس، وهاي المربعة هاي اسمها الستيج. تمام. الستيج يلي هي بحط عليها العين، والأوبجيكتيف لينس هدول الثلاثة. هلا الوركينج ديستانس هي المسافة بين الستيج والأوبجيكتيف لينس. تمام. وفي كمان معلومة صغيرة انه الأوبجيكتيف لينس كل واحدة إلها تكبير معين، كل واحدة إلها طول معين، كل ما زاد طول الوحدة بزيد التكبير تبعها. فهون بحكي لك الـ working distance هي المسافة بين الـ stage والـ objective lens. In a microscope, as magnification increases، كل ما زاد الـ magnification الـ working distance بتقل. Because objective lenses vary in length، زي ما حكيت إنه الـ objective lenses بتختلفوا عن الـ بالطول، كل واحدة بتختلف عن الثانية. طب كيف يعني؟ ما فهمنا. هلا خلينا نطلع على الصورة هاي. هلا هدول هم، لنفرض انه هدول الاوبجيكتيف لينسز الثلاثة اللي شفتوهم تحت. أول وحدة طولها 10x، ثاني وحدة 40x، ثالث وحدة 100x. هلا كل ما زاد الماجنيفيكيشن بده يزيد حجم اللينس، يعني احنا بنضلنا نحط لينسات 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 لحد ما يزيد حجمها. فبالتالي أقل وحدة magnification اللي هي 10x راح يكون عندها working distance كثير كبيرة، هاي المساحة اللي هون كثير كبيرة. تمام. فبنحكي إنه ال working distance عندها هاي. هلا لو زدنا كمان لينسات على ال objective lens تبعت ال 10x وصاروا 40x، طولها هاي ال 40x راح يزيد، فبالتالي ال working distance هون راح تقل، اللي هي distance between ال stage تحت الأوبجكتيف لينس. نفس الحكي لو زدنا لينسز عن ال 40x وخليناهم 100x، بالتالي الوركينج ديستانس راح تقل وراح تقل، راح يبطل في مساحة. فاحنا هلا بنيجي لنتيجة انه الوركينج ديستانس هي عكسية مع الأوبجكتيف لينس. يعني يعني كيف انا قصدي انه كل ما زاد طول الماجنيفيكيشن او طول الأوبجكتيف لينس كل ما زادت تكون علاقتها عكسية مع الـ working distance. تمام. زي ما هنا بيحكي لنا
as magnification increases يعني كانت 4x بعدين 10x بعدين 40x الworking distance بدها تقل. ليش؟ عشان أول إشي بتكون صغيرة بعدين بتبلش تكبر 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 وبالتالي بتقرب من الستيج تحت، فالعلاقة بينهم عكسية. هلأ خامس مصطلح اللي هو الدايميتر فيلد اوف فيو. تمام، الدايميتر فيلد اوف فيو اللي هو بشكل عام الوتر تبع العين. لو انا في عندي دائرة زي هاي، الخط يلي من هون لهون بنسميه وتر. هون حاليا بلاب البيو اسمه دايميتر فيلد اوف فيو. تمام، بحكي لك if we know the diameter field of view ولو كنا بنعرف الماجنيفيكيشن ل one objective lens بزبط انه نحسب الدايميتر فيلد اوف فيو ل second objective lens، بس بشرط انه يكون نفس الميكروسكوب. هلا في عنا قانون لازم نعرفه وراح يجي عليه سؤال تطبيق، اللي هو ماجنيفيكيشن الاول دايميتر فيلد اوف فيو للاول يساوي ماجنيفيكيشن الثاني ضرب دايميتر فيلد اوف فيو للثاني. طبعا لازم يكون بنفس الميكروسكوب، بس انه اوبجكتيف لينسز مختلفين، ممكن واحدة تكون 4x ممكن واحدة ثانية تكون 10x، فاحنا بدنا نحسب الدايميتر فيلد اوف فيو لنفس الميكروسكوب. تمام، هلا في كمان معلومة هون انه الماجنيفيكيشن انكريسز دايميتر اوف فيلد اوف فيو ديكريس، العلاقة بين الماجنيفيكيشن والدايميتر فيلد اوف فيو عكسية. الماجنيفيكيشن يلي هي هاي والدايميتر فيلد اوف فيو علاقة بينهم عكسية. عشان نخلي هاي المعادلة متوازنة وثابتة، إذا الماجنيفيكيشن زاد دايميتر فيلد اوف فيو بده يقل، فلازم يعني لازم تضلها هيك، فالعلاقة بين الماجنيفيكيشن والدايميتر فيلد اوف فيو عكسية. خلينا نطلع صور عشان نفهم أكثر. هلا هدول الاوبجكتيف لينسز. تمام، اول وحدة 10x، فبالتالي الوركينج ديستانس بتكون كبيرة عشان ال 10x يعني هي اصلا كلها صغيرة ما فيها لينسز كتير. ال 40x فيها لينسز اكثر، فبالتالي بتبلش تقرب من الستيج فبتكون الوركينج ديستانس لها اقل. 100x بيكون فيها لينسز اكثر، بلش تقرب اكثر واكثر من الستيج، فبالتالي الوركينج ديستانس بتكون لها جدا صغيرة. هلا يجي ل الفيلد اوف فيو، دايميتر فيلد اوف فيو بحكي لي هو دايميتر اوف سيركلر ايمج سين ثرو ا مايكروسكوب. هو الوتر يلي بيكون بالدائره لما نطلع عليه بالمايكروسكوب، وعادة وحدة القياس عشان نحسبه بيكون بالمايكرو ميتر. تمام، فيلد اوف فيو اوف دايميتر نفس الاشي حكينا، هو الوتر يا اما بيكون هيك يا اما بيكون هيك، او بشكل عام هو اي خط يعني ابعد مسافة بين نقطتين على الدائرة يلي هو الوتر. بحكي لنا it is the widest distance across the circle of light when looking through the microscope. والقانون هلا من شوي حكيناه اللي هو الماجنيفيكيشن ضرب الاول ضرب دايميتر فيلد اوف فيو للاول يساوي ماجنيفيكيشن للثاني ضرب دايميتر فيلد اوف فيو للثاني. في عنا مثال على التطبيق للقانون هذا، بيحكي لنا calculated diameter field of view ل 10x lens if the diameter field of view of the 4x is 4 mm. هلا شو بنساوي؟ اول شيء بنكتب القانون M1 ضرب D diameter field of view للأول يساوي M الثاني ضرب diameter field of view للثاني. هلأ هو حكى لنا 4x و 4 ملم، نحطهم على جهة اللي هم للأول 4 ب 4 والثاني بنحط عليه حكى لنا إنه الـ objective lens هي 10. تمام، فبنحط 10 diameter field of view هو الطالبه، فبنحسبه. لما نحسبه بيطلع 1.6 ملم. طبعا طلع 1.6 ملم عشان هو حكى لي انه الوحده هنا ملم، الوحده الناتجه لازم تكون ملم كمان. هلا في شغله
الامتحان ممكن ما يحكي لكم انه ما يجيب لكم سيرة الاربعة مليمتر هاي، ممكن يحكي لكم بس اربعة اكس. فبالتالي احنا بدنا نكون عارفين انه الاربعة اكس الدايمتر فيلد اوف فيو لها دائما اربعة مليمتر، العشرة اكس الدايمتر فيلد اوف فيو لها دائما 1.6 مليمتر، والاربعين اكس دايمتر فيلد اوف فيو لها دائما 0.4 مليمتر. تمام؟ فما يعني ممكن السؤال يكون هيك: calculate the diameter field of view of a 10x lens. لو كان ال diameter field of view لل 4x وما حكى لنا ايش هو diameter field of view. تمام؟ يعني ممكن هاي ما يجيب لنا سيرتها ابدا. احنا لازم نكون حافظينها انه ال 4x دائما بيجي معها 4 ملم، 10x دائما بيجي معها 1.6 ملم، وال 40x دائما بيجي معها 0.4 ملم. هلا نيجي لاخر جزء من الشرح اللي هو البارتس اوف ذا كومباوند مايكروسكوب، اجزاء المايكروسكوب زي لما درستوهم الاسبوع الماضي بالمختبر. هلا بدنا ندرس كل واحد فيهم بالتفصيل. نبدا من اول واحد اللي حكينا عنه اسمه اي بيس، او بزبط نحكي له اوكيولار لينس. اول واحد اسمه اي بيس، تمام، اللي بيكون بنحط عيننا عليه. بيحكي on the top of the microscope، بيكون على رأس الميكروسكوب وبنطلع منه على العين through which you look at the specimen. تمام؟ نيجي لثاني جزء يلي هو البودي تيوب. البودي تيوب يلي هو الجزء يلي بيوصل بين الأوكيولر لينس، بيوصل بين الأوبجيكتيف لينس. فهو إيش؟ carries الأوكيولر لينسز يلي هي فوق and contains mirrors، فيه كمان مرايا عشان تعكس الضوء. الضوء يلي بيجي من وين؟ بيجي من الاوبجكتيف لينس. فهو حلقه وصل، البودي تيوب حلقه وصل بين الاي بيس وبين الاوبجكتيف لينسز. نيجي لثالث جزء يلي هو الارم. ذا ارم بحكي لك يو كاري ذا مايكروسكوب يوزنج ات، يعني لما انا اجي بدي احمل الميكروسكوب بمسكها من الارم. تمام؟ هلا نيجي للجزء اللي بعده يلي هو النوز بيس. ذا نوز بيس اللي هو هاي الحلقة، هاي الحلقة أنا بضلني ألف فيها عشان أغير بين الأوبجكتيف لينسز من 4x ل 10x ل 40x وآخر إشي ل 100x. هلا معلومة صغيرة، 100x عشان أقدر أستخدمها لازم أستخدم زيت، لازم أستخدم أويل. تمام؟ هلا نرجع للنوز بيس. النوز بيس هي الريفولفينج بارت، الجزء المتحرك، to which the objective lenses are attached، يعني هدول ال objective lenses متصلين مع ال nose piece. objective lenses هم أربعة، لازم احنا نكون عارفينهم وعارفين كل واحدة شو اسمها. كل واحدة فيهم إلها اسم وضروري تكون عارفينها. هلا ال 4x اللي هي أصغر magnification، أقل magnification إلها، اسمها scanning objective. تمام؟ العشرة اكس اسمها low power objective. بعدين بيجي ثالث وحدة يلي هو 40x تكون اسمها high power objective او high dry objective، واخر وحدة يلي هي 100x يكون اسمها oil immersion objective. نعيدهم سريع: اقصر وحدة يلي هي الها اقل magnification اللي هو 4x magnification الها اسمها scanning objective، اللي بعدها أطول منها بشوي اسمها low power objective بتكون 10x، اللي بعدها magnification إلها 40x اسمها high power objective أو high dry objective، اللي بعدها أطول وأطول حكينا اسمها oil emerging objective. ليش oil emerging objective؟ عشان ال 100x عشان أستخدمها لازم أستخدم oil. تمام؟ الأربعة إكس اسمها أوبجكتيف، العشرة إكس اسمها لو باور، الأربعين إكس اسمها هاي باور، والمية إكس اسمها أويل إميرجن. هلا نيجي للجزء اللي بعده اللي هو ستيج. ستيج اللي هو المربع اللي بنحط عليه العين، اللي هو هذا المربع اللي أنتوا شايفينه، هذا اسمه ستيج المنصة. يعني ستيج بحكي لك it supports the slide، السامبل هي العينة بيعمل لها سبورت and has
a hole through which light can pass. الضوء من تحت بيعبر عبر الهول اللي موجودة بالستيج، تمام؟ يعني الستيج بشكل عام هي بنحط عليها العينة وفيها كمان فتحة عشان الضوء يعبر لها من تحت. هلا في كمان اشي اسمه ستيج كلبس، هدولا وهاد كمان، هدولا اشي بثبتوا العينة. لما احط العينة ما بدي اياها تتحرك، وفي اشي اسمه ستيج كلبس بثبتوا للعينة. نيجي للجزء اللي بعده اللي هو الكوندنسر. الكوندنسر اللي بيكون هون، هاد شايفينه بيكون تحت الستيج على طول، اسمه كوندنسر. هلا الكوندنسر ايش بيعمل؟ ايش هو هذا الكوندنسر؟ It concentrate and direct light through the specimen. يعني هو بيعمل concentrating وcondensing، بكثف الضوء اللي بيجي من تحت عشان يركزوا على العينة، تمام؟ هذا اسمه كوندنسر، بيجي تحت الستيج على طول اللي هو هذا الجزء هذا الصغير، بيعمل كوندنسنج وبيعمل دايركت اللايت للعينة على طول، تمام؟ هلا هذا الجزء اللي هون اللي هو اللايت سورس، هاي هذا كلياته هذا لايت سورس، او بزبط انكم تحكوا له اليومينيتر. اليومينيتر من انه يعمل اليومينيشن، يعني ضوء. هذا هو مصدر الضوء، وبالعاده عشان يضوي بكون في عندي هون زي كبسه اون اوف اسمها لايت سويتش، تمام؟ هلا نيجي للجزء اللي بعده اللي هو هون، هاد كلياته كل اشي تحت هون اسمه بيس. ايش يعني بيس؟ يعني القاعدة، القاعدة اللي بيرتكز عليها الميكروسكوب. فيها نقطتين، هي ايش تعتبر؟ هي تعتبر ستاند للميكروسكوب، تدعم الميكروسكوب. ثاني اشي it houses اللامب، فيها الضوء، فيها اللمبة الصغيرة. هلا نيجي لهون، شغلتين هذول جدا مهمين وانتم تستخدموا الميكروسكوب راح كثير تستخدموهم، اسمهم فوكس ادجستمنت نوب، تمام؟ في عنا تنتين، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. هلا الصغيرة اسمها فاين فوكس ادجستمنت نوب، تمام؟ الكبيرة اسمها كورس فوكس ادجستمنت نوب. هلا احنا زي ما حكينا الاوبجيكتيف لينسز هم أربعة إكس وعشرة إكس بعدين 40 إكس ومية إكس، تمام؟ هلا الكورس فوكس أدجستمنت نوب تعمل تغيرات كبيرة، فأنا متى بستخدمهم؟ بستخدمهم للأربعة إكس، بستخدمها للعشرة إكس، تمام؟ أما الفاين معناتها أصلا إشي ناعم أو صغير، فالفاين بكون بدي تعديلات جدا صغيرة، بستخدمها بحالة ال 40 اكس وحالة ال 100 اكس، تمام؟ يعني نعيد سريع، الكورس يلي هي الكبيرة بستخدمها عشان اعمل تغيرات كبيرة، لمين؟ لل 4 اكس ولل 10 اكس. الفاين هي صغيرة، وفاين اصلا يعني اشي ناعم، فبدي انا اعمل تغيرات بسيطة جدا، بستخدمها لل 40 اكس ولل 100 اكس. نقرأ شو مكتوب. The coarse focus adjustment knob. It is used for lenses with 4x و10x. It is used to focus the image. عشان أركز الصورة وخليها أوضح أكثر، بضلني ألعب بال coarse focus adjustment knob لحد ما تزبط، بحالة إنه أنا بستخدم يا إما الـ 4x أو الـ 10x. وهلا في حالة هيك شوي نادرة، إنه كمان بزبط أستخدمها لحالة الـ 40x. بس متى؟ لما ما يكون في عندي صورة. يعني بحكي لك when there is no image use the coarse focus adjustment knob بحالة ال 40x، تمام؟ هلا نيجي لل fine focus adjustment knob. ايش الهدف منها؟ تعمل sharpening the image لل 100x ولل 40x، يعني هي بتخليهم اوضح بس بتخليهم عندهم وضوح اكبر. بضلني احركها لحد ما اوصل للنتيجة اللي انا بدي اياها، اللي هم بحالة ال 40 اكس وحالة ال 100 اكس. وبالنهاية هذا الميكروسكوب هو الميكروسكوب اللي انتم استخدمتوه بالمختبر، اسمه كونفاوند مايكروسكوب، او بزبط تحكوا له ستودنت مايكروسكوب. الكونفاوند مايكروسكوب فيه نوعين، يا اما باينوكيولر، يعني بيكون فيه تو اوكيولر بيسز، كل عين بتطلع فيها من
اوكيولار لينز، او بالضبط انه يكون مونو اوكيولار. مونو اوكيولار يعني بيكون فيه زي ما انتم شايفين بالصوره هاي، هذا مونو اوكيولار كومباوند مايكروسكوب، يكون فيه بس اوكيولار لينز واحده. لو كان فيه ثنتين يكون اسمه باينوكيولار. وبالنهاية تحت فيه سمري لكل اللاب، أتمنى أنكم تقرؤوه، وإن شاء الله ما أكون قصرت معكم، وأي استفسار عندكم إياه إن شاء الله أنا جاهز، وألقاكم بالفيديو القادم.